اذا مضت اكثر من سبع ساعات على الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا، ثلاث ساعات الماضيه لم تتوقف عناصر الدفاع المدني وفرق الانقاذ عن البحث عن المفقودين والعالقين تحت الانقاض، مع الاسف كل دقيقه تمضي تتكشف لنا ماساه جديده وتظهر لنا مصيبه جديده، تظهر لنا مناطق لم نكن نعلم بها انها تهدمت بفعل الزلزال المدمر، يظهر لنا اعداد كبيره ما تزال عالقه تحت الانقاض، مع الاسف الضحايا بالعشرات، لا احصائيه دقيقه حتى هذه اللحظه لكن بالعشرات الجرحى وال وال والمصابين بالمئات المفقودين والعالقين تحت الانقاض ايضا بال بالمئات كارثه وفاجعه كبيره بكل ما تعنيه الكلمه من معنى مع الاسف ما تزال العوائل والناس بالشوارع بسبب وجود هزات ارتداديه بين كل لحظه والثانيه والتخوف من من عوده الماساه من جديد وعوده المصيبه من جديد نسمع اصوات سيارات الاسعاف فرق الدفاع المدني وفرق الانقاذ لم تتوقف توقف حتى هذه اللحظه مع الاسف المصيبه كبيره، الدفاع المدني اعلن المنطقه منطقه منكوبه بالكامل وبالفعل هي منكوبه وبحاجه ماسه للمساعده من اجل اخراج هؤلاء العالقين من تحت انقاض منازلهم، نسال الله السلامه ل لكل العالقين تحت الانقاض، نسال الله الفرج القريب لكل الهائمين على وجوههم في الشوارع، نسال الله فرجا عاجلا علينا قريبا.